السلام عليكم البنات كنتمنى الكل يكون على احسن ما يرام اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه سهله وفي نفس الوقت بنينه بغيت نقترحها عليكم كنتمنى ان شاء الله تجربوها اللي هي البغوشيت ديال السردين براس الحانوت المهم على الطريقه ديالي انا فضلت ندير راس الحانوت كيجي كي بنين مهم ان شاء الله غادي نقدم لكم المقادير تشوفوهم هما بساط ومع ذلك غدي تقدموا بلا زوين سردين خديت كيلو ديال السردين نتوما على حساب العائله افراد الاسره هنايا الشرموله ديال السردين كما كيعرفو كاع السيدات يديروا الشرموله ديال السردين خديت بها القزبر ومعدنوس ثومه حامض مصير ومن طبيعه الحال تبزيره اللي هي الكامون شويه دراس الحانوت شويه جبير خرقوم بزار والملحه كنتمنى ما نكونش نسيت شي حاجه بالنسبه لهاد العويدات هادو اللي غندير فيهم السردين متوفرينش عندي اللي موجودين اللي جاهزين في الدار فضلت انني غادي نقطع واحد الشجيره كاينه عندي غادي ندير منها هاد العويدات هادو كما كتشوفوا واحد الشجيره ديال الزيتون حيت من هاد العويدات ها هما كيما بحال اللي كيكونوا جاهزين ها هما كتشوفوهم ودابا ان شاء الله على بركه الله غادي ندوزو نوريكم مكونات اخرين هنايا خديت واحد البطاطا كبيره شويه مسلوقه سلقتها مع شويه ديال باش نقدمها مع السردين ودابا ان شاء الله غادي ندوز نتبل السردين كما كتشوفوا بنفس الطريقه كما كنديروا السردين معمر بحال هكا وغادي ندور بهاد الطريقه هادي حتى كندير الكميه اللي بغيت واحد سته ولا سبعه ولا المهم اللي بغيت انا نستمر في فهاد العمليه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله ونرجعوا نوريكم كيفاش غادي نشرملوا هاد البطاطا هادي هاكا بهاد الطريقه هادي ونطلقها باش نشرملوا البطاطا دابا نديرو شرموله ديال البطاطا غندير واحد المعلقه كبيره ديال الزيت هاد الشرموله هادي حسب الاختيار نتي ممكن تشرمليها كيما بغيتي معلقه كبيره ديال الزيت غنضيفها واحد شويه ديال الماء واحد ربعه د المعالق كبار ديال الماء هالا هكا عاد غنضيف واحد المعلقه ديال ديك الشرموله اللي درت الحوت ها ايه. هي غنزيد واحد المعلقه ديال الطماطم مصبره صغيره بهذا الشكل هذا نخلي هادشي حتى كيتجمع مع بعضياتو عاد غنضيف البطاطا نحرك هاكا كيما كتشوفوا غنضيف دبل البطاطا، وغادي نحرك حتى الشرموله كامله كتدخل في هاد البطاطا ونتلاقاو من بعد ما تشرب هاد الماء نوريها نوريهاليكم كوا كم كما كتشوفوا عمرته عم بحال هكا كما كتشوفوا على حساب العويدات انا درتها غير الحبات بحال هكا كما قلت لكم على حساب العويدات اللي صايبت انا في الدار حيت مع هاد الحجر الصحي تقدري توجدي اي حاجه في دارك ماشي بالضروره خصها حتى تجي واجده ولا عادي انا غندوزو دابا من الدقيق بحال هكا كما كندوزو السردين عادي ونديروه في الزيت نديرهم دابا يتقلاو بالنسبه للطياب ممكن نتوما ديروهم في الفران الناس اللي ما, ما الزيت او الوليدان ديروهم في الفران هذا الشكل هذا هما ساهلين في القلي غنكمل الكميه اللي عندي كامله بحال هكا ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ها هو السردين بعد ما طاب رفقتو بالبطاطا اللي كنت شرملتها كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هو كيجي بنين وان شاء الله تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير